جد جدا، ونعود الى القضايا اللي ليها علاقه طول الوقت بحياتنا. جات لنا طبعا صوره الحقيقه صعبه جدا، وما كانش ينفع نعديها كده، كنا عايزين نعرف التفاصيل ايه، لانه بعض الممارسات ما زالت في مدارسنا محتاجه لوقفه حقيقيه. لما بنشوف فيديوهات كتير، واحنا بيجي لنا كميه فيديوهات لو ذعناها كلها الحقيقه مش هنقدم اي فقرات تانية في البرنامج. مدرس واقف في الفصل قاعد بيتخانق وبيقول الفاظ غير لائقه، مدرس بيطلب بيضرب الطلبه، مدرسه ماسكه بنت ونازله ضرب فيها. على الجانب الاخر، عشان ما حدش بيقول انت ضد المعلمين، ما حدش يقول انت ضد المعلمين، طالب بيتعدى على استاذه، طالب بيتعدى على زميله. لكن الحقيقه كده في حاجات تقدر، مش عايزه اقول تعديها، هي طبعا ولا حاجه من اللي انا قلتها دي ممكن تعدي، بس في حاجات تقدر ايه، طب نحللها انسانيا، طب اجتماعيا، طب ليه، طب نقدم شكوى لمدير المدرسه، طب الناظر، طب مديريه التربيه والتعليم، طب نوصل للوزاره نشتكي. بس في حاجات تانية بتشكل خطوره، لان لها علاقه بحياه البني ادم بقى، زي انه طالب، وهكذا وصل الينا او وصلت الينا المناشده في مساء دريم، انه طالب يتعدى على زميله بالضرب ويكسر له مناخيره كسر كامل في الانف. فين الكلام ده؟ ده في مركز الحسينيه في الشرقيه. عايزين نعرف تفاصيل الموضوع ايه؟ ليه المشاجره توصل لهذا الحد؟ وايه اللي حصل؟ وكيف تم التعامل مع المصاب وطبعا مع الطفل المعتدي؟ خلينا ناخد والد الطفل المصاب اولا، الاستاذ فتحي. يا اهلا بيك يا فندم. استاذ فتحي. معاك يا فندم. معانا يا فندم على الهواء، اتفضل. معاك يا فندم. ايه اللي حصل يا فندم؟ ده يوم الاربعاء، يوم 17/10، تلقيت اتصال وانا خارج من شغلي، تعالى لمدرسه الثانويه بسرعه، مدرسه ابنك، لان ابني فارس فتحي في مدرسه سعود الثانويه المشتركه مركز احسني. وصلت المدرسه لقيت ابني بنزف نزيف حاد جدا، وبحاولوا بحاولوا يوقفوا الدم، يعني قاعد حوالي ساعة وخمس دقائق ينزف في المدرسة بسبب تعدي طالب زميله عليه معاه حزام أسود للكاراتيه، والدته معاه في المدرسة بيستجوى بيها للأسف يعني، وضارب ابني وكسر مناخيره قدام باب، قدام مكتب مامته في غرفة الحاسب الآلي. يعني والدة الطفل اللي اعتدى على ابنك مدرسة؟ مدرسة في نفس المدرسة، وضربه قدام مكتب مامته للأسف يعني، حتى يعني هو إجي على ابني وهو واقف مع ثلاثة زمايله، فبقول له أنت فارد، بقول له ابني أنت فارد على زمايلك ليه؟ قال له أنا ما كلمتكش، شوف مصالحك. فللأسف إن هو مسكه وضربه، يعني ده إنه يتعدد اللكمات في 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 أنفه لغاية ما كسر أنفه نهائي والأشعة. أيوه، إيه اللي وصلها؟ إيه اللي وصل الموضوع لكده يا أستاذ فتحي؟ عشان قال له انت، قال له شوف مصالحك، انا يعني ما بكلمكش، يعني هو بيقول له انت فارد على زمايلك، فقال له انا ما كلمتكش، يعني انت حتى ايه على زمايلك؟ قال له انت ايه على زمايلك؟ ايه؟ بيقول له انت 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 عامل يعني انت فارد على زمايلك ليه؟ هو ابني والثلاثه زمايله واقفين بيضحكوا مع بعض في الفسحه. تمام؟ فهو بقول لابني اجي عليه، اللي هو معاه حزام اسود للكاراتيه، الولد ده معاه حزام اسود للكاراتيه، ووالده عنده صاله جيم، وهو ومامته برضه للاسف يعني. ومدربينه عشان يدمر مستقبل اولادنا. لا يعني ايه يا فندم؟ يعني الام مدرسه في المدرسه، في نفس المدرسه، في نفس المدرسه، وعارفه ان ابنها بيستخدم او يعني او كونه بطل ومعاه حزام اسود في الكاراتيه، فيعني بيضرب في الطلبه وبيضرب في زمايله، ازاي يعني؟ استعمله ضد ابني، وللاسف استعمله في الاعدادي ضد طالب، وسوت الامور مامته، فبالتالي ان هي دلوقتي يعني. طب والدته ما اخدتش اي موقف؟ ما دخلت على ابني وهو بنزف، دخلت على ابني وهو بنزف، اكتر نزف اكتر من رتل نص دم، وقالت له إب... بتقول له فارس ابني، بتقول له انت قالت له ايه؟ قالت له ايه؟ قالت له ايه؟ قالت له انت بتنزف من يعني بتنزف على طول كده باستمرار، ولا ده من ضرب ابني ليك؟ وسابته ومشيت، يعني ما انقذتوش ولا خدته في عربيتها توديه المستشفى او حاجه. ده كلام حضرتك يا استاذ فتحي. احنا برضو عشان نكون بنعرض الموضوع بمنتهى المصداقيه، وصلنا وتواصلنا مع والده الطفل اللي هي الطالب اللي ضرب او تعدى بحسب روايتك على ابنك، وهو مش روايه، هو المنظر قدامنا، الولد مكسور انفه بالفعل. والدة الشاب اللي اعتدى على ابنك، وهي مدرسه زي ما حضرتك ذكرت في نفس المدرسه، الاستاذه رضا. استاذه رضا اهلا بيك يا فندم. يا فندم مساء الخير. مساء النور.
ايه اللي حصل يا فندم يخلي ابن حضرتك يعتدي على زميله بالضرب لدرجه انه يكسر له انفه ويفقد هذا القدر من الدماء؟ ليه؟ تمام يا فندم. اولا انا كل كلمه هقولها لحضرتك دلوقتي في شهود عليها وموجودين في المدرسه وبره المدرسه والدنيا كلها بتتكلم في الموضوع ده. اولا بالنسبه للنزيف دوت الواقعه دي حصلت عشان خاطر فارس قام بالتنمر بابني، بيتعرض للتنمر بشكل مباشر من فارس وكذا مره. لا ثانيه واحده بس عليك. انا ما اعرفش مين خالد وفارس. خالد ده ابنك؟ لا يا فندم حضرتك، فارس اللي ابني اللي هم يعني فارس ده ابن الاستاذ فتحي ومحمد ابني. يعني الشاب اللي اتضرب ده ومناخيره اتكسرت اسمه فارس. فارس تمام كده. طيب. ده طالب عندي وابن طالب عندك في المدرسه. طالب عندي في المدرسه. وخالد يعني ابنك عندك في المدرسه طبعا. لا لا مش في خالد، هو فارس ومحمد بس، ده اللي حصل بينهم هما الاثنين. محمد ابنك. تمام تمام يا فندم. الواقع حصلت اثناء الفسحه، في نهايه الفسحه تمام. ودلوقتي محمد ابني بيمر في الفسحه تعرض للتنمر من قبل فارس. يعني ايه تعرض للتنمر يا فندم؟ ايه اللي حصل يعني؟ قال له ايه؟ يعني يا فندم اولا شتمه على السلم، محمد ابني مليان شويه فعد عليه قال له يعدي يلا يا تخين يا عجل يا بوليه يا اللي كذا كذا. خد بعضه وطلع على السلم على الدور الثاني ياخد من المصروف بتاعه ونازل، عشان انا كان عندي شويه شغل تحت بعلق ورق وكده وحاجات من دي واشهد الطلبه والمدرسين على ذلك. فقلت له اطلع هات الفلوس وتعالى، وطلعت يا دوب هو طلع من عندي ومشي راح في اخر الطرق هناك. ده كلام اللي انا سمعته بعد ما الواقع حصل تمام. لكان الواقع دي قدامنا كتاب يا فندم ولا اعرف بيها، وكان معايا طلبه بنات شهود على ذلك ان كنت قاعده في الفصل وكانوا بيقولوا على مشاكل بحل لهم. طيب يا فندم فارس قال لمحمد ابنك يا تخين يا كذا يا كذا، ايه اللي حصل بعدها؟ رجعت بقى محمد ابني في الطرقه قابله راح جاي عاتيله كتف كده، فارس راح جاي عاتي محمد ابني كتف كده وراح جاي محمد انت بتعمل معايا كده ليه؟ قال لي عدي يلا يا ابن البرده. قال له يا ابني انت بتشتمني انا ليه كده؟ قال له مش عاجبك؟ طب خد اهو، راح جاي ضربه قلم على وشه وقال لي عدي يا كذا امك، كذا امك دي لفظ البذيء. تمام يا فندم؟ ابني تعرض لالفاظ بذيئه بشهاده الطلبه والناس كلها تشهد بذلك، تمام؟ بعد كده طبعا قال له انت بتعمل معايا كده ليه؟ بتضربني ليه بالقلم كمان على وشي؟ طب اهو، راح جاي عاتيه بنيه واحده فقط مش عدد من اللكمات زي ما الاستاذ فتحي بيقول، والناس كلها وزمايله قاعدين مشاهدين. بنيه واحده تكسر له مناخيره يا فندم؟ يا فندم هي مش كسر مناخير، لان التقرير الطبي لغايه دلوقتي اللي هو بيستشهد بيه ودوت انا هعمل فيه طعن لسه ما طلعش من المستشفى ولسه لم يعرض على النيابه. من اين وصل لهذا التقرير ولسه لم يتم استدعاء ابني للنيابه؟ طيب انا هقول لك على حاجه يا استاذه رضا، انا هقول لحضرتك على حاجه استاذه رضا اسمعيني. رد على كل نقطه حضرتك هو قالها عشان اتفضلي كملي. طيب بالنسبه لان انا ما عملتش اي حاجه وموضوع ان ابنه نزف لتر ونص ميه خلال ساعه، الكلام ده كله ما حصلش. بني ادم كله جسمه لترين ونص ميه، ينزل لتر ونص ازاي من جسمه؟ ثم بمجرد ما المشرف العام وصل عندي وقال لي تعالي الحقي ابنك تحت عامل مشكله، نزلت بسرعه جدا وبشهاده الطلبه اللي كانوا قاعدين تحت وبعض المدرسين والمشرفين. استاذه رضا اتفضلي يا فندم. وحضرتك دلوقتي حالا بتتكلمي على الهواء وبتقولي انه التقرير اصلا لسه ما طلعش، احنا بنعرض على الهواء يا استاذه اسماعيل. يا فندم ما هو التقرير طلع ازاي وهو لسه مش استدعى النيابه يا استاذه؟ التقرير اهو على الهوا معانا، يعني حضرتك بتقولي التقرير ده مزور مثلا؟ اهو على الهوا معانا يا فندم، احنا مرضين اهو. التقرير عند حضرتك بختم وممضي من مدير المستشفى؟ بختم يا فندم، بختم يا فندم، مختوم وممضي من مدير المستشفى وبصمه المريض كمان موجوده يا فندم وطالع من مستشفى حكومي يا فندم. يعني مختوم وممضي باسم مدير المستشفى. خلاص خلاص ماشي، خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه وخلي الاجراءات اللي هو متخذها. لا يا فندم مش خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه، اصل حضرتك دلوقتي يا استاذه رضا، يا استاذه رضا الله يخليك اسمعيني اسمعيني يا فندم لو سمحت. اتفضلي. حضرتك دلوقتي بداتي كلامك انك شككتي اصلا في التقرير وقلتي التقرير ده اصلا ما طلعش ومش موجود، ف يعني ادي نقطه جوهريه حضرتك كنت بتعتمدي عليها عشان تبرئي ابنك. لا 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 طلعت مش موجوده يا فندم، التقرير بالفعل موجود وصادر من مستشفى حكومي ومختوم يا استاذه رضا. يبقى خلاص انا ما اعترضتش على تقرير المستشفى طالع واتعرض على النيابه، خلاص ما اعترضتش. انا بتكلم حضرتك في واقعه تمام. بالنسبه لان انا ما سالتش في الولد، لا انا حضرتك نزلت ورحت للولد بالناس اللي موجودين قاعدين، وكان رحت لقيت الاستاذ محمود هناك ماسكه والنزيف كان واقف اصلا تماما، الموضوع كله كان لا يتعدى الخمس دقائق. ورحت هناك وقلت له طيب يا فارس انت يا حبيبي بتنزف بشكل مستمر ولا حضرتك دوت من الخبطه؟ فالولاد صحابه قالوا يا مس ده من الخبطه، قلت له لا يبقى اخده اكشف عليه مش هسيبه كده. فالاستاذ الفاضل قال لي سيبيه هو خلاص بقى كويس، قلت له طب خلاص يعني طبعا حضرتك شايفه كويس طب اخده عندي فوق ارتاح شويه عشان مش ينفع تسير دمه. وقال لي لا خلاص روحي انت حصتك وايه وانت واحنا هنشوف اللازم. فمدير المدرسه قابلني
قام بالاجراء اللازم، قال لي يا مستر بعد اذن حضرتك هو طالب في المدرسه واحنا هنتخذ تجاهه الاجراء اللازم تجاه الموقف اللي زي كده. طيب بصي يا استاذه رضا معلش عشان بس وقت البرنامج، استاذه رضا من فضلك أيوة حضرتك والاستاذ فتحي يعني والد حضرتك والد فارس اللي اعتدى على محمد، انا والده محمد تمام، حضرتك والده حضرتك والده محمد عفوا اللي اعتدى على فارس بالتنمر ولذلك وفارس اعتدى عليه اولا وبعد بصي يا استاذه رضا بصي يا استاذه رضا لو حضرتك مواطنه عاديه مش استاذه ومش تربويه ومش معلمه كان ممكن سياق الحديث يبقى مختلف شويه، بس كون حضرتك استاذه تربويه ومعلمه ده يخليني يا فندم ده يخليني بس اراجع مع حضرتك ربما او اطلب من حضرتك انك تراجعي مشكوره يعني تراجعي ما نزرعه في عقول وقلوب اولادنا. لا لما ابني لا استاذه رضا بس من فضل حضرتك احنا مش جهه تحقيق، احنا خلاص كده قفلنا الموضوع، احنا مش جهه تحقيق، احنا بس قدمنا الصوره وقدمنا التقرير الطبي لحضرتك شككتي اصلا في وجوده، احنا مش جهه تحقيق يا فندم في تحقيقات بتحصل دلوقتي. لكن لما انا اكون استاذه تربويه واعرف انه ابني حضرتك قلتي دي مش اول مره وبيعملها كتير وبيتنمر بابني والكلام ده كله، هنا يا فندم ودي نقطه ناقشناها كتير في الاعلام، هل لما الطفل يتعرض للتنمر اذا فعلا ما صدقت يعني كلمات حضرتك وابنك اتعرض للتنمر والتريقه والسخريه كونه مليان شويه، هل انا هنا يا فندم بعلم ابني ان انا اقول لابني تروح لمدير المدرسه وتقدم شكوى مره واتنين وتاخد حقك بالشكل الرسمي وبالشكل الصح، ولا اقول لابني او على الاقل حتى لو انا ما قلتلوش اسيبه واغمض عيني واخليه ياخد حقه بدراعه؟ انا دي يا فندم بالنسبه لي نقطه يعني هي دي نقطة الفصل. احنا مش جهة تحقيق والموضوع كله دلوقتي على بعضه بيتحقق والتقرير اكيد هيتعرض او بيتعرض للنيابة انا بس النقطة دي اللي فرقت معايا قوي لما عرفت انه حضرتك استاذة تربوية. فيعني في مجهود احنا لازم نعمله مع اولادنا. انا مش بدافع عن الشاب التاني اللي هو محمد اللي تعرض لفارس عفوا اللي تعرض للضرب وكسر الانف، مش بدافع عنه. قد يكون فعلا الولد عمال يتريق على زميله فزميله فقد اعصابه فضربه او اساء ليه او شتم بشتائم بذيئه زي ما حضرتك قلتي ابنك فقد اعصابه، يعني ما هو برضو ما اقدرش احكم اعصاب الناس، يعني مش بدافع عن حد، انا بس بقول لغايه لما ان شاء الله تنجح جهودنا كلنا على بعض دوله بحكومه بمجتمع مدني باعلام بكل حاجه عشان نعلم ولادنا تعليم صح ونربيهم تربيه صح في المدارس ونعلمهم ازاي الكلمه الطيبه وما تريقش على حد الخناقات بقى اللي بتحصل والشلاليه وشله يتلموا على ولد ويقعدوا يتريقوا عليه ويشدوه من شنطته ويضربوه تقلب بكوارث احيانا في الاخر، لغايه لما ننشر هذه التوعيه اتمنى انه كل ام فينا كل اب فينا يفهم ابنه انه لا تتنمر على حد ولا لو اتعرضت للتنمر تاخد حقك بدراعك والا مش هنخلص لان احنا مش عايشين في غابه.